مثل ما بتعرفوا الشباب عايشين مع بعض صارلهم شهرين وشوي، فأكيد كل واحد عنده حدا قريب منه. قلت إنه أسألهم مين القريب منك ومين اللي بعيد عنك وليش؟ ايه والله، شوف، يعني افضل، يعني ما نفضله من الشباب انه يكون معاي في هذا المكان وفي هذه الجلسه خاصه، واحب دائما يعني زي ما تقول افضفض له واتكلم معاه. يعني هم اثنين صراحه ولا قصور في الشباب، كل واحد له حب خاص ويعني له مكانه خاصه جدا. فتقريبا هيثم الملحاني ومحمد الوهيبي، يعني سبحان الله الارواح جنود مجنده، نفس تتقبلهم اكثر من غيرهم. ولا اقصر بالشباب، الشباب ما شاء الله عليهم، يعني ما اقصد الاستنقاص منهم، بس لما اجي اكلم فارس وسعود الغربي وهيثم وظافر، تحس انه يستمع لك بكل اريحيه، وانا احس بأن المعلومة اللي عندي توصل له بكل سلاسة. ممكن بحكم الشيء اللي يجمعنا، موضوع الإنشاد، دائما ما أجلس مع الوهيبي، دائما أجلس مع القريب من سريري ظافر، فيعني تقريبا. لكنه إني أشعر إنه أنا دويت لشخص معين، ما أقدر أجاوب صراحة، صعب. والله الصراحة ودي صراحة المكان هذا يكفيهم كلهم، لكن ما دامك حددت أشخاص معينين، يعني مثلا راجح، معاذ، يعني هذول عايشين جوي. إذا أعطيت من كيسك أعطاك من كيسهم، وإن أصدك أعطاك من الصد، يعني جوهم شوي عليل، ما يبردونك، بالعكس يصير في حماس شوي. مثلا أبغى أسوي موضوع معين، أجلس أناظر في الشباب كلهم، الاثنين دول أناظر فيهم يفهمون على طول في موضوع معين، يعني سواء على الهواء ولا حتى برا الهواء. حلو، برا الهواء نجلس مع بعض، مثلا هو عنده شيء يقول أنا بكرة بسوي كذا وش رأيك، ونقترح عين نخلص موضوعنا كأنه موضوع واحد منه. فهمت كيف؟ بالذات معاذ تعرف الشيلات، ما شيلات أنا وياها جونا واحد في الشيلات، فالأشياء اللي فيها مزح وفيها لما قالوا استهبال سعود فهد. زياد الشهري، زياد حمد عبد الله كان الله يذكره بالخير برضو، لكن زياد يمكن أقرب واحد من المتسابقين. سعود غربي، أول شيء أكبر منا سن، الحياة اللي أكبر منك يوم أفهم منك، وعاش تجارب كثيرة في الحياة، لو تيحت الفرصة على قولتك إني أفضفض في ذا المكان، سعود غربي بدون اي نقاش. انا اعتبره اخوي اللي ما جابت امي. سعود اخوي الكبير، وما يقصر معايا ابدا في اي مشوره او اي راي او حتى اي تهدئه نفس. سعود غربي طال عمرك، قصه عجيبه سعود غربي. طبعا سعود حبيبي واستفدت منه كثير، واكبر مني سن واكبر مني علم. سعود غربي شخصيته جميلة ومقاربة شخصيتي كثير، وممكن تشوف البرنامج أنا وياه عايشين سباق الحالنا، أنا وياه عايشين سباق الحالنا، اللي هو شو؟ إثبات الشخصية، كل واحد قاعد يثبت نفسه في مواقف، في تحديات، في أشياء، حتى في الكلام. طبعا هو يستخدم أسلوب وأنا أستخدم أسلوبي، كل واحد لعبته، في مواقف ما تساعده، في مواقف ما تساعدني. حلو، أنا أكون معك صريح، يعني الجلسة اللي يكون فيها سعود يعني ما أدري كيف، هو يكون مضغوط نفسيا وأنا أكون مضغوط نفسيا، لأنه موجود، لأني موجود وهو لأن أنا موجود، والعكس صحيح. بس لو راح أحس إني لحالي، عرفت كيف؟ يعني أحس إني مو بحالي، بدون قصور الشباب، أحس إني ما في واحد أنا وياه نتجاكر. أنظر راجح إنه متسابق، أخ. أها، خصم خطير. لا 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 لا، مالي أي خصم. والله مالي خصم، بتعرفون بعدين مالي خصم. طيب فينا نقول انه راجح بياكل الجو على سعود فترة، وسعود بياكل الجو على راجح فترة. وجهة نظركم، انا ما احس اني حتى لو اكلت الجو بالافعال غير مقصود، هذا انا ما بيني وبين ذيك الجلسات الكثيرة برا الهواء ابدا، يعني بيني وبينه رسمية زايدة، لكن
والله لو ارفع الخشبه هذه الحطبه هذه يعرف ليش رفعتها. من اخطر الناس سعود ذكي والله. شوف انا افتخر ان راجح نظرته يراني خصم، بس انا ما راح اخصم. ولو تدري ايش انا شايل همه تجي صالحك. تخيل اطلع برايم. تخيل سعود غربي يطلع برايم. الله لا يجيب طاري البرايم، مو بفقده وبس، بركة في كل العيال، لكن الأرواح جنود مجندة، وهو قال هالكلام فزد فرصتك برضه إذا ما خاب ظني. فسعود غربي يمكن أول شخص تعرفت عليه في من الأشخاص المتسابقين، وتراسلت معه واتساب وقابلته، بفقده فقدان كبير. تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق، ترى من سيرسو عليه اختياري، ومن ذا سيغدو كظلي رفيقي. مين حاول يتقرب منك من الشباب؟ لا 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 أنا وقف هنا. شوف أنا ما دخلت قلوب الناس، يعني ما أعرف أنا، بس أنا أثق إن أي واحد يبغاني مثلا في موضوع يحتاجني في موضوع يبغى مني فزعة مساعدة يعرف إني أول واحد. سؤال صعب، ما أعتقد أقدر أجاوب فيه أبدا. ممكن إن يكون شكل، والله صعب صعب صعب، ما أقدر أجاوب. والله خير من صعب. أصبر خلنا عندك من 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 يا أخي صعب والله. في ناس يجون بس أنا ما أدري إيش يعني، وش في خواطرهم وش في نياتهم يعني. يمكن الوهيبي. والله كان قبل محمد مكي، بحكم أن كنا جيران في الأسرة، فكان يكلمني عن شغلات وسولف. الحين فارس القحطاني نفس الشيء، هي يعني كلمة وأفزع له يعني في كل شيء. تقدر تسوي الحركة هذه؟ ها؟ إي ولا لا؟ مدري. ماذا تحتاج من صديقك؟ بالنسبة للصداقة هيثم مش تحتاج، أنا أحتاج احترام، أحتاج فهم، أحد يفهم فقط. كثير من الأشياء اللي أنا أقولها والأشياء اللي أنا أفعل، البعض ممكن بنظرة يفهمك أنت إيش تبغى وإيش قاعد تقول، والبعض ما فكر والله أبدا، يعني ممكن يفهم غلط، ممكن في تفسيرات تعاملاتي التعاملة في البرنامج ممكن كذلك يفسرها غلط. أول شيء يكون معين لي، حلو. الشيء الثاني الذكر الحسن. الشيء الثالث أكيد كل واحد يمر في ظروف في الحياة، فأكيد أنه بيحتاج له من يقف معه، سواء بفكر بمادة معينة بشيء معين. صفتين وهي صعبة ترى، لو كان معناها أو يسمونها من مكارم الأخلاق، لكنها صعبة. لا تبخل ولا تكذب، وممكن تنازل عن الأولى يعني، ممكن تبخل بس لا تكذب. طبعا في صفة يمكن تستغرب منها شوي، البخل هذا ما أداني، الرجال البخيل ما أداني أشوف وجهه صراحة. غير كذا الإنسان اللي نيته سيئة، يعني كيف يسيء الظن، تشيل الخشبة هذه تحط حطب هذه تحطها هنا، قال أكيد ما حطيتها هنا إلا عندك سبب. الصفة اللي أبغاها في صديقي يا حبيب عيني أنت، أنه يكون صادق معي، ما يضحك في وجهي ويتنكد إذا فارقني، أو أنه يقول عساني ما أقابله مرة ثانية. أتمنى من بعض الشباب، من بعضها من بعض، أن تصفق قلوبهم البعض للثانيين. شباب كلهم ولا فيهم قصور، لكن أتمنى من البعض أن تصفى قلوبهم للشباب الباقين، لبعض الشباب. في شخصيات ما أقدر أناقشها بجد، ركز، يعني ما أناقشها في مواضيع نقاش صدق وفي احتكاك. ليش؟ مو يتصدمون يعني. أشوف كيف أنا وأنا أتكلم ولا أناقش، أناقش بصدق، عشان كذا أحب الشخص اللي قدامي يكون يعني جدي ويستخدم مصطلحات في نطاق الحوار الأدبي. خليكن قريبين، بعد في كتير كلام من قال. يعني أنا عارف إن هذا فلان برا الهوى غير وعلى الهوى غير. والله شوف في أسرار كثيرة بنكشفها بعد البرنامج، لكن بما أنك طلبتني سر أكيد ما تصور. أكيد ما في، خلاص وقفنا التصوير.
طيب اللام في لمبه شغاله هذه ايش؟ لا ما في لمبه شغاله، شيلنا الكاميرا يا اخي. تفضل.